بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين من المسلمين في أرض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم آمين. لا زال الحديث حول ما ذكره شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في باب التيمم، فقد ذكر حديثين. أخذنا في درس ماض الحديث الأول، وشرعنا في الدرس السابق في الحديث الثاني، وهو حديث جابر بن عبد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب وجعلت مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي الدرس الماضي طلبت منكم إعراب هذه الجملة: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وقد أجاب بعضكم: أي اسم شرط جازم مبتدأ، صح، وهو مضاف، رجل مضاف إليه. ما هذه زائدة لتوكيد التعميم، لتوكيد التعميم، فأيما رجل، نحن نعرف أن أي تفيد العموم، تمام، وما زائدة لتوكيد التعميم، فأيما رجل من أمتي، جار ومجرور ومضاف ومضاف إليه، صح، من أمتي، الجار والمجرور في محل جر صفة لرجل، أدركته، أدركته فعل ومفعول، الصلاة فاعل، جملة أدركته في محل رفع خبر للمبتدأ، واضح. وجدت بعض شراح البخاري أعرب جملة أدركته الصلاة، أعربها صفة أو حالا، واضح. لكن لو أعربناها صفة أو أعربناها حال، فإن المبتدأ يبقى بلا خبر، ولا يجوز كما هو معلوم أن يبقى المبتدأ بلا خبر. والفاء واقعة في جواب الشرط، وليصلي هذا جملة جواب الشرط، تمام، والفعل مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. إذا تقرر هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الجملة الثالثة في الحديث، أو في الخصلة الثالثة في الحديث، قال: وأحلت لي الغنائم، في بعض الروايات وأحلت لي المغانم. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: وأحلت لي الغنائم جمع غنيمة بمعنى مغنومة، والمراد بها هنا ما أخذ من الكفار بقهر وغيره، فيعم الفيئة، إذ كل منهما إذا انفرد عم الآخر. وأكد ما ذكر بقوله: ولم تحل لأحد قبلي. قال العلماء: كان الأمم قبلنا ضربان، منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم، ومنهم من أحل له ذلك، إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءته نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا، فأباح الله لنبينا تملك الغنائم يتصرف فيها بما يشاء لنفسه ولأمته. هذه الخصلة الثالثة مما أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم. يقول شيخ الإسلام زكريا، قال: جمع غنيمة، والغنيمة معناها في اللغة الربح، الغنيمة معناها في اللغة الربح، والمراد بها عند الفقهاء ما أخذ من أهل الحرب قهرا،
ما أخذ من أهل الحرب قهرا. وعندما نقول ما أخذ من أهل الحرب نخرج ما أخذ من غير أهل الحرب، فما أخذ من أهل الذمة مثلا لا يسمى غنيمة وإنما يسمى فيئا. وقولنا قهرا خرج به ما أخذ لا على وجه القهر، كالذي يؤخذ مثلا أو مال المرتد فإنه يكون فيئا. واضح؟ إذن الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب قهرا، فإن أخذ بغير قهر أو أخذ من غير أهل الحرب كالجزية مثلا كالعشور مثلا فإن هذا يسمى فيئا، كمال المرتد فإن هذا يسمى فيئا. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين الغنيمة والفيء كما علمت. لكن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت لي المغانم، المراد بالغنيمة هنا ما يشمل الفيء. وذلك يا إخواني أن الغنيمة والفيء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكرت الغنيمة وحدها شملت الفيء، وإذا ذكر الفيء وحده شمل الغنيمة، وإذا ذكر معا كان الفيء لما أخذ لا على وجه القهر، وكانت الغنيمة لما أخذ على وجه القهر. ولذلك قال هنا شيخ الإسلام زكريا رحمه الله وأحلت لي الغنائم جمع غنيمة بمعنى مغنومة، غنم يغنم غنيمة، غنيمة مصدر، المصدر هنا بمعنى اسم المفعول، غنيمة بمعنى مغنومة. واضح؟ ولذلك قال هنا وأحلت لي الغنائم جمع غنيمة بمعنى مغنومة. والمراد بها هنا أي في هذا الموضع، المراد بالغنيمة في هذا الموضع ما أخذ من الكفار بقهر وغيره. يريد أن يبين أن الغنيمة هنا تعم الفيء، فتشمل الغنيمة الاصطلاحية وتشمل الفيء أيضا. ثم قال رحمه الله فيعم الفيء إذ كل منهما أي الغنيمة والفيء إذا انفرد عم الآخر، كالفقير والمسكين. فالفقير إذا ذكر وحده يشمل المسكين، والمسكين إذا ذكر وحده يشمل الفقير، وإذا ذكر الفقير والمسكين كان الفقير من ليس له مال أو له مال لا يقع موقعا من حاجته، والمسكين أحسن حالا منه من له مال يقع موقعا من حاجته لكنه لا يكفيه. اتضح؟ وهذا أيضا تقوله في الإيمان والإسلام ونحو ذلك مما قيل فيه هذه القاعدة. إذا اجتمعا أي إذا اجتمعا لفظا افترقا معنا، وإذا افترقا أي لفظا ذكر واحد منهما شمل أحدهما الآخر. قال رحمه الله إذ كل منهما إذا انفرد عم الآخر وأكد ما ذكر بقوله ولم تحل لأحد قبلي، أي أحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. وهذه اللفظة لم تحل يصح أن تقرأ بتاء مفتوحة وحاء مكسورة، ويصح أن تقرأ بتاء مضمومة وحاء مفتوحة، ولم تحل لأحد قبلي. إذا تقرر هذا فالجهاد هل كان مشروعا في الأمم السابقة أم لا؟ هل كان مشروعا للأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام أم لا؟ قال هنا قال العلماء كان الأمم قبلنا ضربان نوعان، منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار، لا جهاد في شرائعهم، قال منهم من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم، لا غنائم لهم أصلا، هذا الضرب الأول. قال ومنهم هذا الضرب الثاني من أحل له ذلك، أحل له الجهاد إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءته نار فأحرقته، كانوا إذا غنموا جمعوا الغنائم فتأتي نار من السماء فتحرق تلك الغنائم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري
تأتي نار من السماء فتحرقها، أي فتحرق تلك الأموال التي غنموها، لكن لا تحرق النار العبيد الذين استرقوهم والإماء والأطفال ونحو ذلك. إذن الإحراق يكون للأموال الأخرى غير ما ذكر، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءته نار فأحرقته، فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا، أي من الغنائم شيئا، واضح؟ إذن حينئذ ما هي الخصوصية التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ الخصوصية التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له الغنائم ولم تكن مباحة للأمم السابقة، هذه الخصوصية على هذا الرأي، واضح؟ أن الغنائم لم يكن مشروعا للأمم السابقة أن يأخذوا شيئا منها، جيد؟ انتبه معي هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: وأحلت لي الغنائم، ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن الله سبحانه وتعالى خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يحل له أن يقسم الغنائم كيف شاء وأن يتصرف في الغنائم كيف شاء، فيكون هذا هو وجه الخصوصية الذي أعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن ما وجه الخصوصية؟ وجه الخصوصية أنه يقسم ويتصرف في الغنيمة كيف شاء. ويؤيد هذا قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم، أي أحلت لي بعض الغنائم وهو الخمس من الغنيمة، واضح؟ ويؤيد هذا رواية ابن حبان لهذا الحديث وفيها: وأحل لنا الخمس، جيد؟ إذن معنى وأحلت للغنائم أي أحل الله عز وجل له الخمس. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ما ذكره هنا الشارح رحمه الله: أن الله أحل له الغنائم ولأمته، أن الله أحل له الغنائم وأحلها لأمته ولم تكن حلالا في الشرائع السابقة. ويؤيد هذه الرواية التي ذكرت هنا: ولم تحل لأحد قبلي. ثلاث احتمالات، واضح؟ قال هنا بارك الله فيكم: وأحلت للغنائم. في مسند الإمام أحمد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل رزق النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل له من الغنائم التي سبب الحصول عليها هو الجهاد، وهذا أشرف المكاسب على الإطلاق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى بعد هذا المكاسب أو بعد هذا المكسب، وهو ما يحصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بجهاده الكفار، اختلفوا ما هي أفضل المكاسب، والمذهب أن أفضل المكاسب بعد هذا الزراعة، ثم الصناعة، ثم التجارة. الزراعة ثم الصناعة ثم التجارة. قال رحمه الله تعالى: أقصد شيخ الإسلام زكريا، وأعطيت الشفاعة أي المختصة بي، فاللام للعهد إن عهد اختصاص وإلا فللجنس، والمراد المختصة بي. قال النووي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة: شفاعات خمس. الشفاعة العظمى للفصل بين أهل الموقف وفي جماعة، هذه الثانية الآن عدها، الشفاعة العظمى هذه الأولى، الثانية وفي جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، الثالثة وفي ناس استحقوا النار فلا يدخلونها،
والرابعة في ناس دخلوا النار فيخرجون منها، الخامسة وفي ناس في وفي رفع ناس في الجنة. قال والمختص به من ذلك الأولى والثانية، ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، انتهى. وزاد بعضهم على هذه الخمس شفاعات أخر، كخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، وتخفيف عذاب بعض أهل النار كما في عمه أبي طالب. إذا تقرر هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعطيت الشفاعة. ما المراد بالشفاعة؟ ما تعريف الشفاعة؟ الشفاعة معناها التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. معنى الشفاعة التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. واضح؟ الشفاعة التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة، الألف واللام هنا هل هي للعهد أو للجنس أو للاستغراق؟ واضح؟ لو قلت إنها للعهد تحتاج أن تبين ما نوع العهد، عهد ذهني، عهد ذكري، عهد حضوري. إذا قلت إنها للجنس أي أعطيت جنس الشفاعة. لو قلت إنها للاستغراق أي يلزم من ذلك أن كل الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح ولا لا؟ وهل كل الشفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأن الشهداء يشفعون والعلماء يشفعون والصالحون من هذه الأمة يشفعون والملائكة يشفعون. واضح ولا؟ إذن القول بأن الألف واللام أو بأن اللام هنا للاستغراق للعموم هذا فيه بعد. بقي عندنا احتمالان، إما المراد جنس الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيها، أو المراد شفاعة معهودة. وإذا كان المراد شفاعة معهودة فيمكن أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأصحابه شفاعة من الشفاعات، مثلا ذكر لأصحابه الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف في المحشر، ثم قال وأعطيت الشفاعة، فتكون هذه الشفاعة المذكورة هنا هي المعهودة التي قد سبق ذكرها لهم، فيكون العهد هنا عهد ماذا؟ عهد ذكري. واضح؟ أو أنه عهد ذهني أي الشفاعة المعهودة في أذهانكم، وهي الشفاعة العظمى لأنها هي الشفاعة التي يظهر فيها عظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل نبي من الأنبياء يأتون إليه يقولون له اشفع لنا عند ربك، يقول لست لها. يأتون آدم، يأتون إبراهيم، يأتون نوحا، يأتون إبراهيم، يأتون موسى، يأتون عيسى، كل واحد منهم يقول لست لها، حتى يقول عيسى عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتيه الناس فيخر ساجدا ويحمد الله عز وجل بمحامد، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فتكون هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى، هي الشفاعة المعهودة ذهنا، فيكون العهد هنا عهد ذهني. لذلك شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى استبعد في ظني والله أعلم استبعد أن تكون اللام هنا للاستغراق، لأن هذه الشفاعات ليست جميعا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر احتمالين فقط ولم يذكر الاحتمال الثالث، فقال هنا وأعطيت الشفاعة أي المختص بي، فاللام للعهد إن عهد اختصاص، يعني إن وجد اختصاص، إما عهد ذكري وإما عهد ذهني مثلا كما بينت لكم. قال وإلا أي وإن لم تكن اللام للعهد فإنها للجنس للحقيقة
واضح؟ كما تقول مثلا الرجل خير من المرأة، تمام، أي جنس الرجل خير من جنس المرأة، تمام. تقول مثلا الحصان خير من الحمار، أي جنس الحصان خير من الحمار، لكن ليس معنى ذلك أن كل رجل أفضل من كل امرأة. قد يوجد في النساء من هن أفضل من بعض الرجال، قد يوجد بعض الحمير أفضل من بعض الأحصنة، واضح أو لا؟ إذن هذا معنى الحقيقة. فقال وإلا، أي وإن لم تكن اللام للعهد فإنها ستكون لماذا؟ ستكون للجنس. وهنا يا إخواني يتبين لك أثر علم النحو في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ بما تعلمت في النحو. إذا كانت اللام للعهد فالمعنى كذا وكذا، إذا كانت اللام للجنس فالمعنى كذا وكذا، أما إذا كانت اللام للاستغراق تمام فيترتب عليه كذا وكذا. فعلم النحو مهم لفهم القرآن الكريم ولفهم السنة النبوية. ولذلك قال الناظم رحمه الله والنحو أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم، واضح؟ قال هنا وأعطيت الشفاعة أي المختصة بي، وأعطيت الشفاعة أي المختصة بي. فاللام للعهد إن عهد اختصاص، لأن الشفاعة العظمى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم باتفاق، وهي أعظم الشفاعات، ولذلك من المتوقع جدا أن تكون هي المرادة، هي المعهودة، واضح؟ قال وإلا فللجنس، أي وإن لم تكن اللام للعهد فإنها للجنس والمراد المختص به. قال النووي رحمه الله تعالى، وهذا ذكره الإمام النووي في غير ما كتاب، ذكره في روضة الطالبين في شرح مسلم، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعات خمس: الشفاعة العظمى للفصل بين أهل الموقف، أي لتعجيل القضاء كما ذكرت لكم، هذه الشفاعة الأولى وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك المقام هو المقام المحمود الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لجماعة من أمته أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه الشفاعة الثانية، نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، آمين. الشفاعة الثالثة قال وفي ناس استحقوا النار فلا يدخلونها، أناس استوجبوا النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار. النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الشفاعات كلها، لكن السؤال ما هو الذي اختص به؟ وإلا كونه يشفع في الشفاعات كلها في الأنواع، أي كون الأنواع الخمسة حاصلة له صلى الله عليه وسلم، نعم كلها تحصل له، لكن بعضها على وجه الاختصاص لا يشاركه غيره فيها، سيأتي بيان هذا بعد قليل، تمام. قال وفي ناس، هذه الشفاعة الرابعة، دخلوا النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وتشفع الملائكة ويشفع الشهداء ويشفع العلماء ويشفع الصالحون أن يخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار. الخامسة وفي رفع ناس في الجنة، أناس دخلوا الجنة لكن لم تكن منازلهم بالعالية، فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع الله عز وجل من درجاتهم في الجنة. صارت الشفاعات كم؟ خمس شفاعات. قال والكلام لا زال الإمام النووي رحمه الله، قال المختص به صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي من هذه الأنواع الخمسة، المختص به الأولى والثانية. ما هي الأولى؟ الشفاعة العظمى، وهذا بإجماع مختصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والثانية، ما هي الثانية؟ أنه يشفع لجماعة من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم.
قال ويجوز أن تكون الثالثة، أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، أي ويجوز أن تكون المختصة به الثالثة والخامسة أيضا. ما هي الثالثة؟ أناس استحقوا دخول النار يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار. يقول الإمام النووي يجوز احتمال أن تكون هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن تكون ليست خاصة به عليه الصلاة والسلام. إذن في احتمال. طيب أيضا الخامسة، ما هي الخامسة؟ في رفع درجات قوم دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم، هذه في احتمال أن تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي احتمال أن غيره يشاركه فيها. طيب الشفاعة في أناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أناس دخلوا النار يشفع لهم أن يخرجوا من النار، هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ليست خاصة، جاءت الأحاديث تدل على أنها ليست بخاصة، صح؟ جيد. لذلك تستطيع أن تقسم هذه الأنواع الخمسة إلى ثلاثة أقسام، فتقول قسم ثبت اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به وهو الشفاعة العظمى، هذه ثبت اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بها. قسم ثبت مشاركة غير النبي صلى الله عليه وسلم له فيها وهي الشفاعة لقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها، وقسم متردد بين الاختصاص وعدم الاختصاص وهي بقية الأنواع. وإن كان الإمام النووي رحمه الله قد جزم في النوع الثاني في الشفاعة الثانية وهي في أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ إذا ثبت ذلك تنضم أو تدخل في القسم الأول. جيد. طيب قال رحمه الله والمختص به صلى الله عليه وسلم من ذلك الأولى والثانية، ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذا تقرر هذا يقول شيخ الإسلام زكريا رحمه الله وزاد بعضهم على هذه الخمس شفاعات أخرى. إذن الأنواع تزيد على خمس، تمام، تزيد على خمسة أنواع. قال كخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، وتخفيف العذاب، وتخفيف عذاب بعض أهل النار كما في عمه أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فزعم بعض الناس أنه لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اجعلني ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. واضح؟ ورد القاضي عياض على هذا الزاعم هذا الزعم. هذا الزاعم قال لا ينبغي للإنسان أن يقول اللهم اجعل نبيك محمد أو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لي يوم القيامة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للعصاة من أمته، فأنت إذا طلبت أن تكون ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تقول أنا أكون مذنبا عاصيا حتى أنال الشفاعة. فقال لا ينبغي أن يكون الدعاء هكذا، وهذا الذي قاله غير صحيح. ولو تأملت في الأنواع الخمسة واضح لتبين لك عدم صحة هذا، لأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون فقط في من دخل النار من العصاة،
بل تكون أيضا لأناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتكون أيضا لأناس دخلوا الجنة أن ترفع درجاتهم. ولذلك هذا الزعم من صاحبه مردود، واضح؟ بل ينبغي للإنسان أنه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا فلازم هذا، لازم هذا، يعني لو جرينا على هذا المنوال فنقول إذن لا تسأل الله المغفرة، لأنك إذا سألت الله المغفرة معناه أنك تذنب حتى تنال المغفرة، ولا تسأل الله الرحمة، لأنك إذا سألت الله الرحمة معنى ذلك أنك تذنب حتى ترحم، واضح؟ وهذا غير صحيح. الأدلة من القرآن الكريم من السنة النبوية متضافرة على طلب المغفرة والرحمة من المولى سبحانه وتعالى. جيد، إذا تقرر هذا فإن الإنسان عليه أن يحرص على ما ينال به شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بارك الله فيكم أن يسأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إجابة المؤذن. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فمن أسباب نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة أن تأتي بالدعاء المعروف بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وهنالك أسباب للشفاعة ذكرها العلماء، منها الموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن من مات في المدينة يكون شفيعا له يوم القيامة. جاء في حديث أيضا أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في الصباح 10 مرات في المساء نال أو أدركته شفاعته صلى الله عليه وسلم، وإن كان في إسناده ضعف. فليحرص الإنسان على الأسباب التي ينال بها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ثم قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: وكان النبي يبعث إلى قومه بعثة خاصة بهم، فكان إذا بعث في عصر واحد نبي واحد دعا إلى شريعته قومه فقط، ولا ينسخ بها شريعة غيره، أو نبيان دعا كل منهما إلى شريعته فقط ولا ينسخ بها شريعة الآخر. وأما عموم بعثة نوح فإنما كان بعد خروجه من الفلك فهو عارض، مع أنها مقيدة بما مر آنفا. وبعثت إلى الناس من الإنس والجن بعثة عامة، أي بعثة عامة إلى يوم القيامة، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بما لا يحصى من أحكام وفضائل وكرامات، كجوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض وغيرهما. قال: وليس في ذكر ما قدمناه من الأعداد ما ينافيها، فإن الإخبار بذلك في أوقات لحكمة اقتضت ذكرها في ذلك الوقت. والحديث رواه الشيخان. يقول شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: وكان النبي يبعث إلى قومه، قال بعثة خاصة. قوله بعثة خاصة قدر كلمة بعثة ليشير إلى أن خاصة هنا صفة للمصدر المحذوف. وكان النبي يبعث إلى قومه بعثة، يبعث بعثة، بعثة مصدر مؤكد للفعل، صح؟ خاصة صفة لهذا المصدر الذي هو في الأصل محذوف،
اتضح؟ إذا ما إعراب خاصة؟ صفة للمصدر المحذوف. ويجوز أن تعرب خاصة حال من المجرور، وكان النبي يبعث إلى قومه، إلى قومه خاصة، خاصة حال من قومه المجرور، كقولك مررت بهند جالسة، جالسة حال، من صاحب الحال؟ الاسم المجرور هند، واضح؟ وكان النبي يبعث إلى قومه حال كونهم خاصة، هذا التقدير واضح أو لا؟ إذن خاصة يجوز فيها إعرابان، إما أن يكون صفة، إما أن تكون صفة لمصدر محذوف، وكان النبي يبعث إلى قومه بعثة خاصة، وإما أن تعرب حال منصوبة من الاسم المجرور إلى قومه حال كونهم خاصة. قال وكان النبي يبعث إلى قومه بعثة خاصة بهم، فكان إذا بعث في عصر واحد نبي واحد، بعث في عصر نبي واحد، دعا إلى شريعته قومه فقط دون غيرهم، قال ولا ينسخ بها شريعة غيره، أو نبيان، أي أو بعث نبيان، تمام، دعا كل منهما إلى شريعته فقط، هذا النبي يدعو قومه إلى شريعته، وهذا النبي يدعو قومه إلى شريعته. قال ولا ينسخ بها شريعة الآخر. وأما عموم بعثة نوح، الآن هذا جواب لإشكال مقدر، نقول النبي صلى الله عليه وسلم بماذا خصه الله؟ خصه الله عز وجل بعموم رسالته، فهو مرسل إلى جميع الإنس والجن، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يكفر منكر ذلك، واضح؟ طيب إذا تقرر هذا، قد يقول لك قائل نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من الفلك هو ومن آمن، واضح، لم يكن في الأرض إلا من معه في السفينة، فكان مبعوثا لجميع من في الأرض، واضح، واضح الإشكال. هنا يجيب عن الإشكال، يقول إن بعثة نوح عليه الصلاة والسلام بعد خروجه من الفلك إنما كانت عامة عموما عارضا، بمعنى آخر لم تكن رسالة نوح من أولها، من أصلها لكافة للناس كافة، كانت رسالة نوح في أصلها لقومه فقط، وإنما حصل أن رسالته بعد خروجه من الفلك لمن معه، تمام، أو لمن في الأرض ولم يكن في الأرض إلا من معه، هذا حصول عارض، بعد هلاك أهل الأرض ما بقي إلا من كان معه في الفلك فكان رسولا لهم، وإلا فأصل بعثته كانت خاصة بقومه، اتضح ولا؟ أما نبينا صلى الله عليه وسلم فأصل بعثته بعثة عامة، إذن هذا الفرق بين البعثتين، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث أصالة إلى جميع الإنس والجن، نوح عليه الصلاة والسلام في الأصل بعث إلى قومه خاصة، وإنما بعد أن حصل الطوفان وهلك من كان في الأرض من الكفار لم يبقى إلا نوح ومن كانوا معه على السفينة فكان رسولا لهم وليس في الأرض إلا هم، اتضح؟ ولذلك قال هنا وأما عموم بعثة نوح فإنما كان بعد خروجه من الفلك، إيش مفهومه؟ أي قبل ذلك لم تكن عامة، بل كان مبعوثا إلى قومه على وجه الخصوص، ولذلك قال فهو عارض وليس أصالة، بخلاف بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال مع أنها مقيدة بما مر، أي في كونه مرسل، في كونه مرسلا إلى قومه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وبعثت إلى الناس عامة، ما المراد بالناس؟
شيخ الإسلام زكريا هنا فسر الناس فقال: وبعثت إلى الناس من الإنس والجن، ففسر الناس بما يشمل الجن أيضا. وهذا محل خلاف بين العلماء، هل اسم الناس يشمل الجن أيضا أم لا؟ أكثر العلماء يقولون إن الناس لا يشمل الجن، واضح؟ شيخ الإسلام زكريا أراد أن يبين عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، ففسر الناس بالإنس والجن. نعم، الإنسان قد يطلق أيضا على الجن. مر معنا أن قول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أن المراد بالإنسان هنا الإنسان من الإنس ويشمل الجن أيضا، المراد المكلف من الإنس والجن. إذا تقرر هذا فإنه قال: وبعثت إلى الناس من الإنس والجن بعثة عامة. قوله عامة يأتي فيها ما تقدم في خاصة، إما أن تعرب صفة لمصدر محذوف وإما أن تعرب حال، واضح؟ إذا تقرر هذا فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن هذا معلوم من الدين بالضرورة، يكفر منكره. لكن هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملائكة أيضا؟ هل بعث صلى الله عليه وسلم إلى غير الملائكة عليهم الصلاة والسلام من الجمادات وبقية المخلوقات؟ الجواب الصحيح نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لجميع الخلق. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. العالمين يشمل الملائكة، ولذلك قلنا فرق بين العالمين والعالم، العالم كل ما سوى الله يشمل العاقل وغير العاقل، العالمون الإنس والجن والملائكة يختص بالعقلاء، صح؟ طيب، يقول قائل: هذا ليكون للعالمين نذيرا يشمل الملائكة، طيب غير الملائكة؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرسلت إلى الخلق كافة. الخلق يشمل جميع الخلق، الألف واللام للاستغراق، إلى الخلق كافة. هذا بيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق. قال رحمه الله: واعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خص بما لا يحصى من أحكام وفضائل وكرامات. أمس ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأنواع من الخصائص تنقسم إلى أربعة أقسام، قال: كجوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض وغيرها. وقد قام جماعة من الحفاظ بتتبع ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، منهم الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى، ومنهم الحافظ القسطلاني رحمه الله تعالى، واضح؟ قال: وليس في ذكر ما قدمناه من الأعداد ما ينافيها، يعني ما تقدم من الأعداد أنها خمس أنها ست أنها ثلاث ليس معنى ذلك أن غير ذلك ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فإن الإخبار بذلك في أوقات لحكمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل: ما فائدة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص؟ الجواب: من فائدة ذلك بارك الله فيكم أن يعلم أمته عظيم منزلته عند الله عز وجل، من فائدة ذلك أن يغيظ الكفار والمنافقين، واضح؟ قال هنا: فإن الإخبار بذلك في أوقات لحكمة اقتضت ذكرها في ذلك الوقت. قال: والحديث رواه الشيخان. ثم قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
إخواني بارك الله فيكم، لا تغفلوا أن المقصود من سياق هذا الحديث في هذا الباب، في باب التيمم، جملة وجعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورة أو وطهورة. هذا الحديث بما فيه من خصال، المقصود من ذكره في هذا الباب هذه الجملة. نحن نتكلم على التيمم، واضح ولا لا؟ لذلك محل البحث هنا أن التيمم من خصائص الأمة المحمدية. في الحديث وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، ظاهر الحديث الأرض أن جميع أجزاء الأرض يصح التيمم بها كما قررناه في الدرس الماضي. شيخ الإسلام زكريا رحمه الله ذكر حديثا يخصص هذا العموم حتى يبين لك المراد بالأرض، فقال وفي رواية لمسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذن ما الفائدة من سياق هذه الرواية؟ الفائدة من سياق هذه الرواية تخصيص العموم الوارد في الحديث السابق، في حديث جابر وجعلت الأرض، أن ليس المراد كل أجزاء الأرض وإنما المراد خصوص التربة. قال إذا لم نجد الماء بأن نعجز عن استعماله، أي استعمال الماء حسا أو شرعا. إذن هذا السبب الحقيقي لمشروعية التيمم، العجز عن استعمال الماء، إما عجزا حسيا وإما عجزا شرعيا. العجز الحسي كيف يكون؟ بأن لم يجد الماء أصلا، هذا عجز حسي. كأن لم يجد الماء أصلا، هذا عجز حسي. طيب عجز شرعي، وجد الماء لكن قام مانع من استعماله، قام مانع شرعي من استعماله. وجد الماء لكن به مرض، وجد الماء لكن يحتاجه لعطشه أو عطش حيوان محترم، هذا عجز شرعي. فقال هنا بأن نعجز عن استعماله حسا أو شرعا، ليدخل ما إذا عجز عن استعماله لمرض أو نحوه. يعني لماذا قال حسا أو شرعا؟ حتى يدخل العجز بسبب المرض، فإن العجز بسبب المرض عجز شرعي. العجز لكونه يحتاج الماء لعطش هذا عجز شرعي، واضح؟ ولذلك لو قال بأن نعجز عن استعمال الماء حسا فقط سكت، تمام؟ يسأل سائل يقول طيب وإذا عجزنا شرعا؟ فقال حسا وشرعا، حتى يشمل العجز بسبب المرض، العجز بسبب الحاجة إلى غير ذلك. ولذلك انتبه معي، السبب الرئيس الحقيقي في التيمم هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. بعد ذلك ما يذكره الفقهاء من الفقد، فقد الماء، إضلال الماء، المرض، الجبيرة، الجراح، هذه أسباب للعجز، هذه أسباب للعجز. قد نظمها أو نظم جملة منها بعضهم فقال يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة بسماعها ترتاح: فقد وخوف، حاجة إضلاله، مرض يشق، جبيرة، وجراح. فقال هنا إذا عجز عن استعماله لمرض أو نحوه، وفي هذه الرواية تقييد لإطلاق الأرض فيما مر. هذا بيان للفائدة من سياق هذه الرواية في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى باب الحيض وما يذكر معه من الاستحاضة، وتقدم تعريفها في أسباب الحدث. هذا مفتتح الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.